أستاذ سامر، ذكرت قضية بأن قضية مثل ما ذكر إبراهيم عن الفيز والدخول وصعوبة زيارة المناطق الأثرية اللي موجودة ممكن في القاهرة وفي العراق وفي فلسطين. أكيد. من خلال عدسة البرنامج وبرنامج بيت للكل راح أخذكم إلى جولة مميزة لوادي الرافدين إلى العراق، ووجود كثير من المعالم السياحية من الشمال في شمال العراق الحبيب، بالإضافة إلى زقورة أور في مدينة ذي قار ومهد النبي إبراهيم عليه السلام، وزيارة البابا الفاتيكان كان هو الحضور الأبرز لإخوتنا المسيحيين في هذه الزيارة، بالإضافة إلى السياحة الدينية اللي موجودة في كربلاء المقدسة والنجف الأشرف وباقي المناطق اللي موجودة في كل محافظاتنا العراقية. خلينا نكون في هذه الجولة السياحية من العراق وبعدها نكون متواصلين. في العراق وبأغلب المحافظات هناك معالم سياحية كثيرة ومختلفة، ففي شماله تكثر المصايف السياحية وسط الجبال والشلالات المائية، أجواء رائعة خصوصاً في فصل الصيف. وفي وسط بلاد الرافدين هي عاصمة السلام، بغداد الثقافة والحضارة، فيها شارع المتنبي وشارع الرشيد والمدرسة المستنصرية وغيرها من المواقع الأثرية والثقافية. هنالك عدد كبير من المواقع الأثرية والتراثية والمتحف العراقي والمتاحف الأخرى، لأن المتحف العراقي الآن هو مفتوح أبوابه أمام الجمهور لغرض مشاهدة الآثار والتمتع بالسياحة الأثرية داخل هذا المتحف العراقي الكبير الذي يضم بين ثنايا حوالي أكثر من 24 قاعة تضم أكثر من 9000 قطعة أثرية مختلفة تعود إلى حضارات عصور ما قبل التاريخ والحضارة البابلية والأشورية والأكادية والإسلامية والحضارية. ننتقل إلى آثار بابل التي بنيت قبل آلاف السنين وتعد من أهم الأماكن السياحية، ولزقورة أور نكهة مميزة للزائرين الأجانب في سياحتهم بالعراق. أما أهوار الجنوب لا يجد السائح مثيلا لها قط. السياحة الدينية في بلاد الرافدين تختلف وتتميز أيضاً، فالمراقد المقدسة لها طقوس خاصة لا يعرفها إلا من جرب زيارتها. كم هائل وكبير من المعالم السياحية العراقية وخصوصاً المواقع الأثرية والمواقع التراثية، ولدينا التراث الشعبي، لدينا التراث المرئي، لدينا التراث الملموس. الآن لدينا تعاون وعمل مشترك بين هيئة السياحة وبين هيئة الآثار والتراث لتسليمنا جميع المواقع الآثارية المكتملة من الجوانب الفنية والتنقيبية، بالتالي نأخذ نحن على عاتقنا كهيئة السياحة نضع التصاميم والمخططات بالقرب من المواقع الأثرية فيما يتعلق بالأماكن الاستراحة، خدمات للسياح. تتعدد المعالم السياحية في العراق وتختلف لدرجة التميز، فهناك المعالم السياحية الطبيعية ومثلها الآثارية فضلا عن الدينية، ما يجعل بلاد الرافدين قبلة للباحثين عن أجواء فريدة وقصص مميزة في سجلات حياتهم. لبرنامج بيت للكل، ياسر عامر، بغداد.